اوكي، معنا صفا ومعنا مروه. ياك أهلا وسهلا. ما عندكمش مشكل في لونجيسترمون ديال لا سيونس؟ لا لا، ما عندكم غنسجلها، مشكلة. نقدر نسجلها، ما عندك حتى شي مشكل ياك؟ لا لا اوكي، لا، حتى شي مشكل. انت لاحظ معايا، انتوما كتحكوا على لا ريغولاريزاسيون دي شارج دي برودوي. بالنسبه لهذا الدرس هذا، اصلا شنو هو كيجينا في الاخر ديال العام؟ كيوقع لنا واحد البروبليم. شنو هو؟ هو كيكونوا عندنا واحد لي شارج محسوبين على ليكزيرسيس اللي جاي، وخلصناهم في هاد ليكزيرسيس. كيوقع لنا واحد الخلط ما بين ليكزيرسيس ديال الجاي وليكزيرسيس هذا. ملي كنقول اكزيرسيس كنقول عام، يعني لاني كونطابل. دابا ليكزيرسيس كونطابل كيبدا نهار 1/1 وكيسالي نهار 31/12، وليكزيرسيس ديال العام الجاي عاوتاني كيبدا نهار 1/1 ان بلس ان كيسالي نهار 31/12. لو بروبليم اللي كيوقع شنو هو؟ هو انني كنخلط ما بين دوز اكزيرسيس، ما بين ليكزيرسيس ديال ان وليكزيرسيس ديال ان بلس ان. اذا شنو خصني ندير؟ جات واحد الدرس ديال لا ريغولاريزاسيون دي شارج دو برودوي بور فير فاس. لاياش انه يعطينا واحد البرانسيب ديال سبيسياليزاسيون دي زيكزيرسيس. خاصني كل اكزيرسيس يكون بوحدو، لي شارج لي برودوي ديال ليكزيرسيس ان يكونوا بوحديتهم، ولي شارج لي برودوي ديال ليكزيرسيس ان بلس ان يكونوا بوحديتهم. كيفاش غنديرو؟ شوف، هادشي ديال البديه هو غير تيوريك، ربما انه لو جوغ د ليكزامان يطرحوا عليكم هاد لا كيسيون. في البراتيك راه ساهل. شنو كنديرو؟ الى انا خلصت شي حاجه على ليكزيرسيس د العام الجاي، كيف ما كنقول لي زيتيديون ديالي كاملين، كنقول لهم اعتبروا ان كل اكزيرسيس غنعطيه لواحد. مثلا اكزيرسيس ان غيكون تاخذوا صفا، يعني الخساره والرباح وكل شيء وديك المصاريف والمداخل وكل هذه الاكزيرسيس ان تاخذوا صفا. وملي تبدا الاكزيرسيس ديال ان بلس ان، غتجي مروه هي اللي غتاخذ هذيك الاكزرسيس وتخدم هذاك العام كامل، تاخذ الربح وتخرج داك الشيء. هذه هي طريقه الخدمه. دابا نفترضوا ان صفا جات لي عندها الاكزرسيس ان وشنو دارت؟ جات حتى لشهر 12 وخلصات بريم داسيرونس ديال 6 شهور، يعني خلصات الشهر ديالها هي اللي غتخدم فيه، وخمس شهور خلصاتو على الاكزرسيس الجاي. يعني هنا غادي تصدق هي مخلصه اكزرسيس ماشي في وقته. دونك شنو نديرو باش نحلو هذا المشكل؟ جبنا هذا المبدا ديال لا ريغولاريزاسيون دي شارج دي برودوي. دونك بار ديفينيسيون لا ريغولاريزاسيون دي شارج دي برودوي سي فات اون ابليكاسيون دي برينسيپ دو سبيسياليزاسيون دي زيكزيرسيس. اسيدي شرق لي ليكزيرسيس على ليكزيرسيس، فرق لي ليكزيرسيس ان على ان بلس ان. كومون؟ كيفاش غندير؟ خاصني نشد ليكزيرسيس ان ونجمعوا كامل لي شارج ديالو وداك الشيء اللي غنخلصوا في ليكزيرسيس ان بلس ان، نحسبهم على ليكزيرسيس ان. يعني غنقسموا، مروه تخلص بوحديتها، صفاء تخلص بوحديتها، وكذلك الخلاص. اذا شنو ندير؟ غنستعن بلي كونت د لاكتيف. شنو هما لي كونت د لاكتيف؟ يعني داك الشيء اللي خلصته انا العام الجاي غنعتبره دين على العام الجاي، ولا تخلصت فيه هذه ريسورس زايدين. داكشي علاش شنو غنقول ملي غندوز للبراتيك وتجيني ساهله، حيت هما ما غيعتمدوش لك غير عليك، غيعطيوك اوبيراسيون. انا في لوبيراسيون اول حاجه نعرف شنو هي واش اوبيراسيون دو شارج او اوبيراسيون دو برودوي. شنو هما لي شارج؟ تصنت مزيان، لي شارج هما لي ديكيسمون. شنو معنيت لي ديكيسمون؟ يعني غنخرج الفلوس. وباش تفهموا مزيان لي شارج، خاصكم اسيدي تقولوا لي ان لي شارج هما الفلوس اللي وقتاش غنخرج. الا درت اوبيراسيون ما نتبعش المارشانديز غتخرج، لا، تبع لي الفلوس واش خرجوا ولا دخلوا. الا انا قلت لك خرجت المارشانديز، اوتوماتيكمون كونتر بارتي شنو هي؟ راني دخلت الفلوس، يعني راه اوبيراسيون دو دونكيسمون. ملي غنقول اوبيراسيون دونكيسمون، سافي دير كو جي افيكتيو اون اوبيراسيون دو برودوي. مي سي جي افيكتيو
tu as une opération de décaissement, automatiquement, ce sont des opérations de charge. Et dans l'opération, opération de charge ou l'opération de produit. Ou est-ce que tu as rajouté le flux ou tu as rajouté le flux? C'est une chose. Tania, ou est-ce que tu as rajouté le l'exercice 1 ou tu as rajouté l'exercice 1 plus 1? جوج ديال لي زوبيراسيون واش خرجت الفلوس في ليكزيرسيس ان ولا عاد غنخرجهم في ليكزيرسيس ان بلس ان الا انا خرجت الفلوس في ليكزيرسيس ان سينيفي كو جي افيكسيو اون اوبيراسيون شارج كونستاتي دافونس بحالاش بحال بريم داسيرونس الا بغيتو تفهموا مزيان لي شارج كونستاتي دافونس خذوا البرينسيپ ديالاش اولا المثال ليكزامبل ديال بريم داسيرونس بريم داسيرونس واش كتخلصو عاد كتستافد من ليكزيرسيس ولا لا حتى كتاخذ لاسيرونس حتى كتسال لاسيرونس عاد كتخلص لا كتمشي تخلص الطوموبيل تيقولوا لك سيدي شحال بغيتي نقطعوا لك قطع لي عام بار اكزومبل كتمشي عندهم في شهر 10 كيقطعوا لك عام يعني كيحسبوا لك 10 و11 و12 في ليكزيرسيس ان وواحد حتى ل 9 في ليكزيرسيس ان بلس 1 دونك نتايا خلصتي l'exercice n plus 1 خلصتي في l'exercice n donc tu effectues une charge constatée d'avance هذيك لا شارج اللي خلصتيها دابا خلصتي 9 شهور ماشي وقتها هذه وحده ثانيه شارج ابي شنو معني شارج ابي السيدي ما غادي تخلص حتى العام الجاي انا غنقول لك شنو ولا بغيتي تفهم مزيان لي شارج ابي خذ ليكزامبل ديالاش ليكزامبل ديال ليكتريسيتي لي فري دي ليكتريسيتي انت شنو كدير في لو موا 12 تا كتجيك لا فاكتور حتى لو موا 1 وهذيك لا فاكتور اللي كتجيك في الموا 1 هي محسوبه على لو موا 12 دونك انت استهلكتي الماء والضوء في لو موا 12 وما غتخلص لو موا 12 حتى لو موا 1 ولو موا 1 راه جاك في ليكزيرسيس الجاي داكشي علاش كنحسبو شارج ابي هنا ملي عرفنا نفرقو ما بين شارج كونستاتي دافونس وشارج ابي لا سانتاكس ديكريتور اي سامبل خاصني غير نعرف شنو ندير لاحظ معايا هنايا هادي بالنسبه للشارج ابي وقتاش كنستعمل شارج ابي الوقت اللي تيكون عندي لابسونس دي بيس جيستيفيكاتيف Ce sont des charges qui ont leur origine dans l'exercice qui se rapporte donc à celui-ci, mais pour lesquelles nous n'avons pas à la date d'inventaire le document justificatif. Je ne m'en dis pas. La facture, les machalassages, les m'indi NF le mois 12, maratsaif talia, chérique de touzir, tel le mois 1. Dès que je suis allé, je m'en dis pas NF le mois 12. Je m'en dis pas tel le mois 1. Ou m'en dis je m'en dis NF le mois 1. Je n'aurai aucun. غادي نلقى راسي دخلت في ليكزيرسيس واحد اخر اذا شنو خصني نعتبر هذوك الفلوس اللي غنخلصهم حتى للموا 1 سو سون دي ريسورس سو سون دي ريسورس داكشي علاش غادي نحط هذوك الفلوس ديالهم فين في الكلاس 4 واحد بارمي هاد لي كونط هادو اما 44 17 44 27 37 47 57 88 93 وغنشرح لكم كل وحده وقتاش غنديرها وقتاش كندير 17 لوغ د لابسونس دي فاكتور باقي انت يعني الفورنيسور مازال ما جابش ليك لا فاكتور الفورنيسور شريتي من عنده لا مارشانديز وتوصلتي بلا مارشانديز وصلاتك ولكن الفورنيسور مازال ما صيفطلكش مازال ما صيفطلكش المارش مازال ما صيفطلك لا فاكتور يعني ملي مازال ما صيفطش لك الفاكتور اوتوماتيكمون مازال ما خلصتيش مزيان لي غابي غوميز ريستورن اكوردي هادي حاله خاصه هادي غادي نشرحها لكم من بعد هادي كتكون لوغ د لافوار لا فاكتور افوار وهنا ملي كتكون في لا فاكتور افوار عندي واحد السيناريو اخر انا كنشرحو به التلاميذ غنشرحو لكم به هي كنطرح السؤال كنقول انا شكون واش فورنيسور ولا كليون ما كنبقاش غادي بهذا البرينسيپ ديال شارج ولا برودوي اي باش تفهم ولكن باش نفهموا هنا انا غنعطي لي انا غادي نعطي لي ريدكسيون دونك اوتوماتيكمون جو سوي ان فورنيسور والفورنيسور ملي كيعطي
تعطي لي ريديكسيون كتكون عنده ليكريتور من بعد نشرحوه. هنا 37 لي شارج دو بيرسونيل بايي دونك السالير ديال لو موا صنت مزيان وقتاش غنستعمل هذه تيقول لك السالير ديال لو موا 12 ما غنخلصوه لي سالاري حتى لو موا 1 دونك كتحط هذا كتحط ليه 34 37 فاش في الكريدي لي شارج سوسيال ابايي شنو كنلقى في لي شارج سوسيال كنلقى فيهم لا سي ان اس اس كنلقى فيهم دوك الشيء ديال لي شارج سي ام ار ايتترا دونك شنو كندير الوقت اللي كيكون عندك لا سي ان اس اس ديال لو موا 12 ما غتخلصو حتى لو موا 1 كنحط فيه شارج سوسيال كان على لا تي في او اوتر لي ديت غاتاشي او زوتر كريونسي هادو غالبا كيكونوا بحال مثلا لي زونوغير ديال لافوكا لي زونوغير ديال لافوكا ما غنخلصوش ولا لي زونوغير ديال الكونطاب ما غنخلصوش دابا غنخلصو حتى لو موا 1 لي زانتيري كوغو اي نو اشيا لي زانتيري كناخذ واحد لومبرون لي زانتيري سو سون دي شارج باسكو انتيري سي اونبرون سو سون دي شارج Par contre, les intérêts sur prêt, donc ce sont des produits. Fait le cas là, les intérêts, on a fini de les sommes, mais qu'on a fini les sommes, c'est à dire, tel que ça le gab, on a fait les intérêts. Donc là, donc on met le temps, le temps que tu as عندي les intérêts. Là, je vais vous dire, la comptabilisation, je vais fini de débiter, qu'on débite, un compte de la classe 6, علاش دابا مثلا الى هضرنا على اشاد مارشانديز راه غنديبيتي اشاد مارشانديز فلور تاكس وغنديبيتي كذلك ايتا اوتر كونت ديبيتور عقلوا على هذه جو سولين ايتا اوتر كونت ديبيتور هادو بجوجهم خصهم يكونوا في الديبي اشاد مارشانديز غتكون في الديبي ايتا اوتر كونت ديبيتور في الديبي وفي الكريدي غنديبيتي واحد الكونت بارمي هاد لي كونت ولا هضرت على اشاد مارشانديز غنديبيت 44 17 هادي هي الكريدي ديال اولا ليكريتور ديال لي شارج ابايي سكي كونسيرن لي شارج كونستاتي دافونس قلنا لي شارج كونستاتي دافونس كنديرهم وقتاش الوقت اللي كنخلص هاد العام ولكن ما كنستافد حتى العام الجاي فهمتي نعطيكم اكزومبل اخر من غير البريم داسيرونس هنايا نعطيكم حاجه واحده اخرى بحالاش كنقولوا الغيس اون ستوك شريتي شي فورنيتور دو بيرو شي لعبه وبقات عندك اون ستوك شريتيها على اساس انك تخدم بها هذا العام والغيس اون ستوك ما خدمتيش بها اذا شكون اللي يخدم بها ليكزيرسيس الجاي دونك هذيك لي شارج ديال ليكزيرسيس الجاي خلصتيهم دابا خاصك دير هاد ليكريتور Donc automatiquement, fais les charges constatées d'avance, خصك créditer ou le débiter le compte 34191 هذا ديال les charges constatées d'avance ou te créditer واحد الكونت فاش في الكلاس 6 مثلا بحال البريم داسيرونس قلتها لكم غنكريديتي سي سي ا charges constatées d'avance غنديبيتي سي سي ا charges constatées d'avance وغن كريديتي كونت ديالاش ديال بريم داسيرونس وفي هذه الحاله ما كنخليه اور تاكس ما كندخلش فيه لا تي في مفهوم هنا وي مزيانه استاذ كاين شي سؤال عرفنا شنو الفرق ما بين الشارج كونستاتي دافونس والشارج ابايي واخا ممكن تاخذوا غير هذه بالزربه بيد ما ناخذ لكم واحد ليكزامبل نقلو هذا انا غناخذ لكم اكزامبل تو دو سويت نعطيكم ديال لي شارج نقلو هذاك فيت في اولا لا عندكم شي سؤال صفاء ومروة لا استاذ مزيان يعني.
مزيان سي بون. صافي صايبتو نعطيكم اكزامبل ديالهم. أوسا هذا اكزامبل. لاحظ معايا هناخدو هذه آخر وحدة، خدوا معايا آخر وحدة. لو لويي دان ماغازان غولاتيف او موا ديسمبر 2011 دان مونطون دو كذا، قولوا لي بعد هذه اولا هو الشارج ولا برودوي؟ شارج ولا برودوي؟ هادي كتسمعوني ياك؟ كنسمعك أستاذ، جاوبتك في الكومنتار. هادي شارج ولا برودوي؟ حيت بعيد عليه ما عنديش كان ندير نشوف لي كومونتير. حاولوا تجاوبوني الله يرضى عليك. شارج شارج أستاذ. ويحط شارج. للولي حيت اللوي ممكن تخلصو ممكن تخلص فيه. إل غيست أبي أو تيتر د ليكزرسيس لو لوي دو ماغازان غولاتيف أو موا ديسمبر. دونك لاحظ معايا il reste à payer donc automatiquement charge حيت انت تخلص. مي واش شارج à payer ولا شارج constaté d'avance؟ شارج à payer ou شارج constaté d'avance؟ شارج à payer. شارج à payer. لان علاش قال لك تما كاينه شارج à payer؟ باسكو il reste à payer. il reste à payer. دونك حنا لا سانتاكس هي هذيك. شنو غادي نديرو فيها ملي هي شارج ابيي؟ ها ما سمعتكش. استاذ غادي نديرو شارج ابيي دونك في الديبي شنو غادي نحط في الديبي؟ لو كون ديال لوي. اذا كاين عندنا كونت سميتو لوكاسيون اي شارج لوكاتيف. غنحط لوكاسيون اي شارج لوكاتيف. وفي الكريدي شنو غنحط؟
44 87 اللي هي ديت غاتاشي او زوتر كريونسي. عقلوا عليها، فيما يكون عندك اللويي ديري لنا ديت غاتاشي او زوتر كريونسي صافي. داكو. اوكي دابا غادي نعطيكم واحد ليكزرسيس اخر. قولوا لي غير واش شارج ولا برودوي، واش هي شارج ولا برودوي، اين شارج، اين تيب ديال الشارج. Une prime d'assurance de 9600 a été réglée par chèque bancaire, le indice 2011. Non, jusqu'au 39-2012. Il y a la taille, il charge le produit, encaissement ou le décaissement. Le produit. شوف بريم داسيرونس كتدخلي به الفلوس ولا كتخرجي لا به لا، الفلوس؟ غادي نخرجوا الفلوس، غتكون شارج. مزيان شارج. شوف عندك هنا دوز اكزرسيس، عندك 2011 وعندك 2012. الا خلصتي في 2011 شارج كونستاتي دافونس، ولا كنتي عاد غتخلصي في 2012 شارج ابيي. في هذه الحاله واش شارج كونستاتي دافونس ولا شارج ابيي؟ شارج كونستاتي دافونس. مزيان، حيت غنخلصو في 2011. تري بيان، شارج كونستاتي دافونس. إذن أعطيني لا سانتاكس ديالها، أعطيني ليكريتور ديالها في الديبي، شنو غنحط؟ بريم داسيرونس. لا غنحط شارج كونستاتي دافونس، وفي الكريدي غنحط بريم داسيرونس، بريم هادشي اللي داسيرونس. عطيتكم قبيله. مزيان مزيان. دابا بقات لي غير لا فالور شحال. عندي 9600 للعام كامل. علاش اون بريم داسيرونس كي داير كوفر لا بيريود منين حتى ل 30 شهر 9 2012. اذا من 10 شحال من شهر عندك العام الجاي؟ تسع شهور. خلصتي تسع شهور على العام الجاي، دونك غادي تشد 9600 غتضربها في 9 تقسمها على 12. فهمتوا؟ ناخدو 9 شهور هذاك ديال الشيء كان 2012. 9 شهور ديال 2012. اه غادي ديري 9600 في 9 على 12 شحال كتساوي؟ هي 7200. دونك هي 7200 اكزاكتومون. دونك غادي دير 7200 فاش في الديبي، و 7200 في الكريدي. الديبي لو كونط ا ديبيتي دونك سي 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 ا شارج كونستاتي دافونس، اي لو كونط ا كريديتي سي لو بريم داسيرونس. مزيان سيري معايا للثانيه. لو دو مارشانديز ا ايتي ريسبسيوني، ان لو دو مارشانديز ا ايتي ريسبسيوني. شديتي لا مارشانديز نهاراش 2011، ولكن في 2011 لا فاكتور ما جاتكش. لا فاكتور ني با توجور انفويي بار لو فورنيسور، مازال ما توصلتش بها. اذا لا فاكتور وقتاش غنتوصل بها؟ حتى ل 2012. اذا الا توصلت بلا فاكتور في 2012 يعني ما غنخلصك حتى 2012. هنا هادي واش شارج ولا برودوي؟ شديت المارشونديز شارج، علاش؟ لان انا غنخرج الفلوس. شارج واش شارج كونستاتي دافونس ولا شارج ابيي؟
charge à payer. Très bien. Charge à payer. Je n'ai la syntaxe de charge à payer. Quand il y a le compte de charge de débit, il y a une opération d'aide. Achat de marchandises. Ah, un lot de marchandises. Il y a un débité juste dans les comptes. Achat de marchandises ou tu te mets à état autre compte débiteur. 34, 58. Yak. Ou un crédité, le compte de le fournisseur facture non encore parvenu, les 44, 17. Le marchandise, on va mettre leur taxe, les 3000. وغنضربها في 20% اللي هي التيفيا تعطيني 600 وغنجمعهم بجوج 3600 وغنحطها فاش في 44 17 في الكريدي تفهمات وي مزيان سيروا معايا لهاد خمسة أو ثلاثة لو لويي بايي لو 1/12/2011 شارج ولا برودوي برودوي ياك بنتي الله يعطيك الصحة لا لا شارج حيت نخرجوا الواي الفلوس باي غنخرجوا الفلوس غتخرجي الفلوس شارج شارج وتخلصات وقتاش في 2011 ولا في 2012 2011 بايي لو 1/12/2011 تخلصات في 2011 ولا 12 شوف وقتاش غنخلص او وقتاش تخلص غنخلصوا في 2011 ولا في 2012 ها هو كيقول لك بايي لو 1/12/2011 صافي اذا خلصتي في 2011 ولكن ديال اين شهوره ديال ديسمبر في 2011 وجانفي فيفري ديال 2012 دونك جانفي فيفري خلصتيهم قبل من الوقت ديالهم شارج كونستاتي دافونس ولا شارج ابي شارج كونستاتي دافونس هي هذيك تري بيان شارج كونستاتي دافونس شحال هي لا توتاليتي هي 18000 باش تحطي في الاخرين غادي ديبيتي شارج كونستاتي دافونس وغتكدري تي لوكاسيون اي شارج لوكاتيف بقالي المونطون ديال اش ديال جونفي فيفري غتشدي 18000 وتضربيها في جوج تقسميها على 12 مزيان وي مزيان بارفي دونك هادي غتعطيك 12000 12000 في الديبي و 12000 في الكريدي مزيان وي مزيان سيروا معايا الخمسة قال لك نهار 31/12/2011 il reste en stock باش نجيكم من الاخر فيما تسمعي il reste en stock charge constatée d'avance il reste à payer charge à payer donc هذه il reste en stock charge constatée d'avance ou la charge à payer charge constatée d'avance مزيان سي تري بيان charge constatée d'avance la syntaxe ديالها كديبيتي charge constatée d'avance وكتكريديتي هاد لي كونط بجوج انت دي فورنيتور دو بيرو دونك اشات فورنيتور دو بيرو كاينه في 61 دي تامبر بوستو دي تامبر بوست دونك اوتوماتيكمون لي فري بوستو ب 200 درهم صافي تتكريديتيهم بجوج شنو الفرق ما بين لي تامبر بوستو والتامبر فيسكو لي تامبر فيسكو كتلقايهم في الدروا دونغوجيسترومون تا هو راه كونت في كلاس 6 والتامبر بوستو راه كتلقايهم في لي فري بوستو اي فري تيليكومونيكاسيون مزيان وي راه غتقدروا ترجعوا للفيديو ان شاء الله وتفرجوا فيه وديك الساعه خذوها انا غنصيفطو لكم ولا نبارطاجيه معاكم il reste à payer donc automatiquement charge charge à payer charge à payer les honoraires l'atab ديال l'avocat et les frais de transport sur achat des matières premières donc عندك جوج د الحوايج هذه TVA 20% وهذه TVA 14% donc شنو غادي نديرو les honoraires كاينين les honoraires او لا او لا كنسميهم ل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في البلان كونطابل ديال السالير السالير هو لا ريمونيغاسيون دي بيرسونيل ولكن انترميديير او لا بحال هكا راه كتلقاوها في البلان كونطابل والاخر ولا تي فيا غتجمع لا تي فيا ديال هادي مع لا تي فيا ديال هادي وغادي تحسبها
هنا هي لا تي في ديال لا تي في سي ايتا اوتر كونت ديبيتور اللي كاينه في 34 58 وهادو والاخر اللي في خيدو ترونسبور راه كاين ترونسبور سور اش او لا راه ترونسبور بوحديتو تا هو كاين في كلاس 6 غير راه لي زونوغيغ غتلقاهم هكا مكتوبين اونوغيغ ولا في خيدو ترونسبور سوا تلقاها في خيدو ترونسبور سور اش او لا ترونسبور ديريكتومون و تي في ا ايتا اوتر كونت ديبيتور 34 58 وغادي تكريديتي 44 17 ديال الفورنيسور فاكتور non encore pas parvenu. Bien. Les TVA, où est-ce que nous les mettons ensemble? Ah, je mets les deux, je mets les deux. D'accord. Bien. Ah, bien. نكملوا الدرس ديالنا غندوزو لي برودوي. لي برودوي هما العكس ديال لي شارج. شنو معنيت العكس ديال لي شارج؟ يعني لي برودوي الى انت غير لي شارج خلي انت عاد غتدخل الفلوس العام الجاي راه شنو تيعني؟ تيعني على ان برودوي ا ريسيفوار ولكن الا كنتي دخلتي الفلوس كيعني برودوي كونستاتي دافونس. شنو هي لا سانتاكس ديال كل وحده؟ لي برودوي كونستاتي دافونس كتستعمل بارمي لي كونت هادو 34 17 27 67 87 93 وراه باينين ملي غتقراهم. وشنو فيها في لا سانتاكس ديالها؟ كديبيتي واحد الكونت من هادو اللي عطيناكم هنا وكتكريديتي كونت في كلاس 7. وهاد الكونت اللي كتكريديتي في كلاس 7 مثلا فونت دو مارشانديز راه غتكريديتي فونت دو مارشانديز اللي كاين في 44 58 وغادي ديبيتي بارمي لي كونت اللي قلنا هنايا. فقط غتعرف انت شنو تقول. غادي تقول واش انا غنخرج الفلوس 2019 ولا غنخرجهم حتى 2020. الا خرجتهم في 2019 ديال لي سي دي كونستاتيجون بل غتاخذهم غادي ناخذهم في 2020 اوتوماتيكمون راه دوك الفلوس غتاخذهم كيعني على انهم برودوي ا ريسيفوار. مفاهمين؟ وقتاش كندير البرودوي ا ريسيفوار لور دو لابسونس دو بيس جيستيفيكاتيف. عقل على هذه لور دو لابسونس ديال بيس جيستيفيكاتيف. سكي كونسيغ البرودوي كونستاتي دافونس لا سانتاكس ديالها كتمشي بحالك. كان ديبيتي كونت ديالها ديال كلاس 7 وكان كريديتي كونت من شنو هو 44 91 اللي هو برودوي كونستاتي دافونس. مزيان. كاين شي سؤال هنا؟ لا مزيان مزيان. ناخذ دي زيكزامبل. ناخذ واحد ليكزامبل. يلا تبع معايا. عندي هنايا لوبيراسيون 8. في لوبيراسيون 8 شنو عندي؟ 24000 درهم اور تاكس دو مارشانديز فاكتوري لو 25. شنو معني تفاكتوري؟ تخلصت عندك لا فاكتور تخلصتي. ما عندكش لا فاكتور ما تخلصتيش. عطيتي لا فاكتور تخلصتي. ما عطيتيش لا فاكتور ما تخلصتيش. انت فاكتوريتيها نهار 25 12 يعني دخلوك الفلوس ولكن لي مارشانديز مازال ما صيفطتيهمش ne sont pas encore livrés. اول حاجه في هاد لوبيراسيون 8 دخلتي الفلوس ولا خرجتي الفلوس؟ دخلت الفلوس. سؤال دخلتي الفلوس علاش؟
parce que tu as facturé Oui. Fancy, les marchandises. ولكن لا مارشانديز مازال ما صيفطتيهاش دونك هنايا دخلتي الفلوس نهار 2011 ولا في 2012 في 2011 دخلتي تري بيان اذا برودوي كونستاتي دافونس ولا برودوي ا ريسيفوار كونستاتي دافونس كونستاتي دافونس تري بيان اذا لا سانتاكس غادي تشد لينا لا سانتاكس ديالها في الدي بي غادي دير لنا فونت دو مارشانديز وفي الكريدي اش غدير عندي يمكن برودوي كونستاتي دافونس هي هذه وشحال لا فالور اللي غنحط 24000 درهم داك مزيان مزيان 15000 درهم اور تاكس تي في 20% دو برودوي فيني انفويي لو 25/12/2011 au client Hamza mais la facture correspondante n'est pas encore établie. دابا واخا عندك لا فاكتور صيفتي لا فاكتور ولا مازال باقي باقي تخلصتي ولا مازال باقي برودوي يعني كونستاتي دافونس ولا برودوي ا ريسيفوار الله يرحم لك الوالدين ها انت فهمتيها دونك هي برودوي ا ريسيفوار وغنمشي نكتب لا سانتاكس ديالها في الكريدي غندير فونت دو مارشانديز اكزاكتومون غندير فونت دو مارشانديز وتحت منها ايتا اوتر كونت كريديتور اي جو دو ديبيتي بارمي لي كونت اللي عطيتكم 34 17 27 37 وغناخذ الكونت اللي هو كوريسبوندونت لهاد لوبيراسيون هادي اللي هو 34 27 فاكتور نو انكور ايتابلي مزيان بارفي تري بيان دابا بقات عندنا حاله وحده هي الكا اللي كتكون فيها لا فاكتور دو دوا هاد الفاكتور افوار بلوتو دونك لا فاكتور افوار كتكون فيها لي ريدكسيون في هذيك الحاله ما كنبقاش نخربق راسي بزاف شنو كندير كنمشي كنقول واش انا كليون ولا فورنيسور هنا الله يرضي عليكم شدوا واحد الورقه وستيلو لان غنقول لك شنو غديبيتي وشنو غتكريديتي مزيان الا كنتي كليا نطلي مزيان الا كنتي كليا كتمشي دير في الدي بي الا كنتي كليا كدير في الدي بي 34 17 كتكتبوا ياك لا كنكتبوا واش كتكتبوا هادشي اللي كنقول لكم ولا لا مزيان كديبيتي 34 17 وكتكريديتي الكونت اللي كاين في 61 اما 61 14 ولا تشارج 61 14 ولا 61 24 غابي غوميز ريستورن ا اوبتونير ولا هادي وكتكريديتي الكونت الثاني اللي هو ايتا اوتر كونت ديبيتور اللي كاين في 34 58 في الكريدي هادو كديرهم وغتقول لي واش صدر كونت شارج دابا كنستعملوا لا فاكتور افوار ماشي لا فاكتور دو دوا مزيان هادي الوقت اللي كتكون انت كليون يعني الكليون انت كتاخذ لي غابي تاخذ لي ريدكسيون مزيان اذا ملي كيكونوا عندك لي ريديكسيون كطرح غير سؤال ولدي واش انت كليون ولا فورنيسور الا كنتي كليون دير هاد لي كريتور اللي سبقات الا كنتي فورنيسور كديبيتي هاد لي كونط لي غدي اللي كاين في 71
ريستور اللي كاين في 71 وديبيتي لينا الكونت الثاني ايتا اوتر كونت كريديتور اللي كاين في 44 58 وغديبيتي لينا وغتكريديتي لينا 44 27 غابي روميز ريستورن اكوردي افواغ اتابليغ خلاص ولا ما غنتخلصش باش ما نتخربقش واش غندير كونت كنحاول ما امكن انني نعرف غير من خلال لوبيراسيون واش كليون ولا فورنيسور مفهوم وي مزيان بارفي غترجعوا نعطيكم اكزامبل وقيلا راه هو هذاك دابا لاحظ معايا كيبان لكم ياك كيبان لي نمشيو اوبيراسيون 4 accorder le 25/12/2011 un rabais 2 à un client la facture de d'avoir n'a pas encore été établie suis-je un client ou un fournisseur fait le hala fournisseur ana ou le client قراو مزيان فورنيسور accorder le 25 un rabais فورنيسور très bien حيت انا عطيت انا فورنيسور دونك اوتوماتيكمون لي كريتير اللي غتكون شنو هي هي لي كريتير اللي عطيتكم في الفورنيسور غادي ديبيتي وغابي روميز ريستور اللي كاينه في 71 تمنى ايتا تي في ا كريديتور وغتكريديتي 44 27 تفهمات الله يرضي عليك سيري ليا لوبيراسيون 7 لونتربريز اسبير اوبتونير اون ريستورن promise par son fournisseur de marchandises la foire n'est pas encore n'est encore parvenu qui suis-je suis-je un client ou fournisseur un client très bien donc je dois débiter le compte 3417 et je dois créditer rabais remise ristourne obtenir ou obtenu sur achat de marchandises et aussi est à autre compte est un débiteur. Débiteur. Le montant, c'est hors taxe. Le rabais au TVA Steam. C'est l'inat d'ars de la régularisation des charges de produits. Ada wad d'ars. Oui, aussi. La فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ مفهوم؟ نو بودكاست كاين شي سؤال؟ دونك هيا لا سيونس غادي نسجلها غنصيفطها لكم في البريفي وديك الساعه راه ممكن ترجعوا ليها الا بغيتوا تفهموا الدرس بغيتوا تحطوها لي زامي ديالكم صيفطوها له المهم انا غنعطيها لكم الله يعاونكم